رغم أنه لم يبدأ مشواره الكروي داخل ناشئي الأهلي، لكن يبقى معتز إينو واحدا من أكثر اللاعبين حبا وقربا وارتباطا بالجماهير بسبب إخلاصه الشديد لهذا الكيان العظيم. كلماته وفخره واعتزازه بلعبه ولو لسنوات قليلة للأهلي ربطته بجماهير الأهلي ومسؤوليه بعشق من نوع خاص. الأهلي خير علي، ثلاث كلمات اختصر بها إينو الصغير حكايات من الحب والعشق التي بدأت منذ أن كان طفلا صغيرا في منطقة حلوان، ولم تقطعها حتى لعبه للمنافس التقليدي، لذا ظلت حكايته مع وفي الأهلي مستمرة. جماهير الأهلي تعشق تلك النوعية من اللاعبين التي تتسم بصفات الوفاء والإخلاص، ومعتز إينو من تلك الفصيلة، تعلق بقلوب الأهلوية بعد انتقاله للمارد الأحمر، لا يترك موقفا أو مناسبة إلا ويثبت فيها ولاءه للأهلي وجماهيره. ولد معتز إينو في 8 أغسطس عام 1984 لأب سطر اسمه في تاريخ الكرة المصرية هو الكابتن إينو. ارتبط معتز إينو بمنطقة حلوان ولعب في صفوف القلعة الحمراء أجمل سنوات عمره كما قال هو بنفسه، وسط الجيل التاريخي الذي حقق كل شيء في عالم الساحرة المستديرة. معتز إينو رغم اعتزاله الكرة ومغادرة المستطيل الأخضر كلاعب، لكنه كان محور اهتمام مسؤولي الأهلي ككادر فني لمستقبل القلعة الحمراء، فتم اختياره لنقل كل ما تعلمه من خبرات في الملاعب وإخلاص وتفاني وولاء إلى ناشئي الأهلي. معتز إينو عاشق الأهلي، يتحدث عن الناشئين والمواهب الصاعدة وأشياء أخرى مع الأشبال.